الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. وبعد، فهذه سلسلة في الزكاة، سؤال وجواب. السؤال الأول: هل يجب على المسلمين أن يتعلموا أحكام الزكاة؟ الإجابة نقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله: نعم، وخاصة من يعمل في جوانب التجارة وغيرها، التعامل المالي المادي مثل بيع العقار، الأسهم، أو عنده أنعام، بقر، غنم، إبل، فيجب عليه تعلم ما يتعلق، ما له ارتباط بهذه الجوانب من أحكام الزكاة، حتى يعبد الله على بصيرة، على نور من أمره. فالمسلم لا بد أن يتحصل على ما يستطيع أن ينفذ به أوامر الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا إذا تعلم، والله أعلم.